السلام عليكم الاخوات الاخوان، نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، كيف ما كتشوفوا اخواتي اخواتاتي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الحلوه اللي كتجي رائعه، حلوه اقتصاديه، حلوه ما فيها لا دقيق لا زبده لا حتى شي حاجه، صراحه حلوه رائعه، مذاق اروع في ساعه وجدها. حلوه العيد، حلوه اللي في المتناول، كيف ما قلت لكم اقتصاديه وسهله. وكتعرفوا دابا حنايا كيكون عندنا الضغط بزاف، يعني ما كنكونوش ما كنساليوش، هذا تنبغيو نقلبوا على الحلويات السهله وفي نفس الوقت تكون مذاق اروع وتكون زوينه ولذيذه. لهذا غادي نشارك معكم هذه الحلوه اللي كيف ما قلت لكم رائعه رائعه، ديال بصح الشكل ديالها تا هو كيجي اروع. نحطوها هكا في المائده العيد ان شاء الله. حلوه مميزه تبارك الله ما شاء الله، كيف ما كتشوفوا هذه هي الحلوه، كتجي زوينه كتجي رائعه كتجي رطبه، المذاق كيجي زوين ديال بصح. كيف ما قلت لكم اننا في ساعه نوجدوها في مده وجيزه ان شاء الله نوجدوها، وكتعطينا واحد الكميه اللي ما شاء الله معقوله. بقاو معايا ان شاء الله غادي نعطيكم المقادير، وفي نفس الوقت غادي نخدم معكم تشوفوا كل شيء، يعني المقادير وطريقه الاستعمال في نفس الوقت. كيف ما كتشوفوا اول حاجه غادي ندير هو واحد الكاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت، غادي نشدهم وغادي هكا نخلطهم، نزيدو ضروري نزيد عليها واحد القبسة الملح هكا لتصحيح الذوق. صافي هكا كنطربو هداك السنيدة والزيت مزيان هكا باش يندمجو ليا، وباش ميبقاش هكايا في هداك الحبيبات ديال السنيدة. دابا غادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني، صافي وتا هو كذلك غادي نطرب هكا. كيف ما قلت لكم راه حلوه اقتصاديه وسهله وفي المتناول، حلوه اللي غادي في اخر الدقائق انكم توجدوها. زائد غادي نزيد هنايا واحد زوج بيضات يكونوا بحراره المطبخ، ما يكونوش هكايا مجبودين من الثلاجه. صافي كيف ما كتشوفوا كنطرب هنايا، غادي نسم بهذا درت واحد البرتقاله حكيتها، ممكن تحكوا ليمونه حامضه، يعني اللي موجود عندكم ديروا اما قشور الليمون الحامض او برتقاله، كيجي النسمه ديال هاد الحلوه كتجي زوينه زوينه ديال بصح. صافي غادي نبقى هكايا كنحرك هكا مزيان باش يندمج ليا كل شيء مع بعضياتهم. وغادي نزيد واحد الكاس ديال الكوك او جوز الهند، تكون نوعية ممتازه، من الاحسن يكون هذاك الكوك اللي كيكون دهني هكا تيطلق لينا الزيت ديالو. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا تنخلط هذاك الكوك مع العناصر، يعني راهو ساهل، حلوه اللي كيف ما قلت لكم في المتناول وفي ساعه كتوجد ومقاديرها غير مكلفه. صافي هنايا كنبقى كنخلطها هكا مزيان، وغادي نزيد واحد الخميره كيماويه من فئه 8 غرام. صافي غادي نزيدها على المكونات. صافي وهنايا غادي نزيد جوج كيسان ديال الفينو، وغادي نخلط هنايا، راه ما غاديش يجمع ليا بهاد جوج كيسان، غادي نزيد واحد نص كاس هنايا، راه ما عرفتش علاش ما تقطع لي يمكن التصوير وما شداتوش ليا، يعني ضروري غادي ديروا جوج كيسان باش هكا تجيكم العجين هي هذيك، كتبقى شويه كيف ما كتشوفوا مطلوقه. غادي نخليوها ترتاح لنا مده 10 دقائق عاد نرجعوا نوجدوا الحلوه ديالنا. ضروري ما ترتاح هكا كتشرب وكنبداو نصيبوا فيها. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما خليت 10 دقائق هنايا كتشد كاوكاو، هذا الكاوكاو البلدي شديته درته في الهاشوار هكا، يعني مي كل محمر لا والو، يعني خضر. صافي شديته وهشورته في الهاشوار، وشديت الماء كنغطس هكا يديا باش هكا ما يتلصقش ليا العجين، وكنكور كما كتشوفوا، يعني كنديروا القياس اللي بغينا، يعني بالنسبه للكويرات نتوما اللي تتحكموا في الحجم اللي بغيتو، يعني كبيره متوسطه صغيره، يعني على حسب اللي بغيتو. صافي كندير القياس اللي بغيت وكنفندها هكايا في داك الكاوكاو. كيف ما قلت لكم هذا كاوكاو راه خضر. صافي عير درتو في الهاشوار هكايا، خديت درتو
بالعلفه ديالو بكل شيلو صافي، ودرتو هكايا كيف ما كتشوفوا. كنبقى على هذه الطريقه حلوه كيف ما قلت لكم، راه ساهله ماهله فيسه كتوجد، ما كتعطلنا ما حتى شي حاجه، حلوه اللي في المتناول، كتجي زوينه كتجي هشيشه، كيجي مذاق فيها رائع. هنايا نحاولوا ما امكن اننا ما بين الحلوه والحلوه اننا نخلي واحد الفرق هكا، لان مازال غادي الحلوه غادي تدير لينا، غادي تفطح لينا او انها غادي تزيد في الحجم، يعني نخليو ليها المساحه ديالها اللي مازال غادي تزيد. صافي كيف ما كتشوفوا كنبقى على هذا الشكل، يعني في ساعة انني كنوجد الحلوه ديالي، ما تتعطلني ما حتى شي حاجه. صافي هذا الشيء هو اللي كاين. كنبقى كيف ما قلت لكم حتى ان شاء الله غادي نكمل الحلوه ديالي كامله، راها ما كتعطلنيش. وهذا الوقت انا اللي بركه ندير في هكا كنصيب في الحلوه ديالي، كنكون مشعله الفران هكا كنشعلو على 200 درجه فوق ولتحت، كنخليه يسخن ليا مزيان صافي. ومن بعد عاد ملي غادي نوجد الحلوه ديالي غادي نمشي غادي نخلي غير على 170، وغادي نخلي الفوق والتحت، يعني بالنسبه اللي عنده تعضو كل واحد كيدير على حساب الفران ديالو كيفاش كيطيب له. صافي هنا كيف ما كتشوفوا انا شديت زينت بهذا الكاوكاو هذا الصغير هكا، غطست هكا. ممكن ديروا لوزات يعني على حسب هذاك الشيء اللي متوفر عندكم. انا هنايا فنت في كاوكاو ودرت زينت بهذا الكاوكاو اللي كيف ما كتشوفوا. صافي كنزين بهذه الطريقه هكا، وان شاء الله كيف ما قلت لكم غادي ندخل الفران. راه الفران ما تتعطلناش، راه في ساعة كتوجد لينا الرد معها البال. كي راه كتجي حلوه اللي هي يا هشيشه، وفي ساعة كتوجد. دابا كيف ما كتشوفوا من بعد ما صافي كملت اللاطه ديالي غادي ندخلها الفران كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خرجتها كتجي ما شاء الله كتجي رائعه، كتجي طيبه على حقها وطريقها، كتجي زوينه زوينه ديال بصح. غادي ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم باذن الله. هذه هي الحلوه ديالي ما شاء الله جات زوينه، يعني بالنسبه للحجم يعني نتوما اللي كتحكموا فيه، يعني بغيتوا ديروها صغيره بغيتوا ديروها كبيره، يعني كيبقى لكم الاختيار. كيف ما كتشوفوا انا فتحت معكم هنا وحده راه هشيشه وكتجي زوينه 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 وكتجي معلكه، يعني حلوه اللي رائعه. النسمه ديالها زوينه ديال بصح. ان شاء الله جربوها وردوا عليا في الكومنت. نتمنى ان الحلوه ديالي تعجبكم. تلنا اخوتي اخواتاتي، غادي نقول لكم مع السلامه ان شاء الله، تل الفيديو الجاي باذن الله.